بعد 3 سنوات من تحضير الأرضية للانطلاق في برنامج رقمنة قطاع الفلاحة واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تطوير نظم الإنتاج لا سيما في شعب الاستراتيجية، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ستعلن خلال الأيام القادمة عن الانطلاق الفعلي في العمل بهذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين التسيير والقضاء على البيروقراطية. انطلقنا في 2020 إلى غاية 2023، وهذا برنامج طموح يمتد هذه 3 سنوات بحيث يسمح لمختلف الفلاحين والمهنيين والمستثمرين في القطاع الحصول على المعلومات، حصول على مختلف بالنسبة للملفات مثلا مختلف الوثائق الإدارية بطريقة سهلة وبطريقة إلكترونية. في هذا الصدد شدد مدير أنظمة المعلوماتية والإحصائيات والإشراف بوزارة الفلاحة بداني أحمد على أهمية الرقمنة، حيث تم إعداد دورات تكوينية للفلاحين لعرض بعض التطبيقات خاصة تلك المتعلقة بمتابعة أسعار المنتجات الفلاحية وكذا متابعة شعبة الحبوب. الآن هذا النظام يسمح لهم مباشرة يعني تكون تعامل إلكتروني مع كل هذه الوثائق، ومباشرة يذهب إلى آخر يعني الحلقة ويستفيد من هذا الدعم، وبالتالي القضاء على هذه الوثائق الإدارية الكثيرة وعدم الحصول على المعلومة في وقتها. اهتمام الحكومة برقمنة القطاع الفلاحي باعتباره الركيزة الأساسية لخلق الثروة والانتعاش الاقتصادي يحتم بذل الجهد من أجل إنجاح هذا البرنامج الطموح الذي يندرج ضمن توجيهات الحكومة وبرنامجها الهيكلي المتضمن التحول الرقمي مع تنظيم الأسواق من المنتج إلى المستهلك.